من اخبار النادي الاهلي للاخبار المختلفه في الصحف والمواقع، ومعانا مريم سميح زميلتنا العزيزه، هي دلوقتي في اليوم السابع. مريم صباح الخير عليكي ومبروك علينا طبعا. صباح الخير عليك يا نهواند، وبصبح كمان عليك يا كريم، طبعا يعني بصبح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. في البدايه بس عايزه اقول لكم هابي فالنتاينز داي، كل عيد حب وانتم طيبين. وطبعا عايزه اتكلم انه بغض النظر عن الحب ما بين الاشخاص والصحاب والقرايب، ان النادي الاهلي خير دليل على ان في حب كبير جدا بيبقى للكيان. يعني طبعا جمهور النادي الاهلي في كل مكان ورا فريقهم بيشجعوا الكيان العظيم ده، قد ايه هم فخورين ان هم بينتموا لهذا الكيان. وده طبعا يعني اللي بيدل على ان الاهلي خير دليل على ان الأهلي، إن الحب مش بس للأشخاص ولكن كمان للكيانات. ننتقل إلى أخبارنا طبعا في مختلف الصحف المحلية والعالمية، والبداية من بوابة أخبار اليوم. بداية جديدة، الأهلي يستعد للمريخ، موسيماني يذاكر ويحذر والشناوي يرفض التشتيت. يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النهاردة أولى تدريباته عقب يعني حصول الفريق على راحة سلبية مساء أمس، كمان النهاردة علشان استعدادا لملاقات فريق المريخ السوداني يوم الثلاثاء المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وكان منح الجهاز الفني للاعبين راحة سلبية أمس على أن يستأنف الفريق تدريباته يعني في تمام الساعة الثالثة عصرا اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي بالجزيرة طبعا. وبيعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق اجتماع قبل التدريب طبعا، ده علشان يهني الفريق بالحصول على برونزية كأس العالم للأندية، وكمان علشان يغلق هذا الملف نهائيا، وكمان ينصح اللاعبين بالاستعداد لدوري أبطال إفريقيا. كمان طلب موسيماني من الجهاز المعاون أكثر من مباراة للمريخ السوداني علشان يعني يتم مشاهدتها، وكمان علشان يشكل وجهة نظر كاملة عن وجهة نظر فنية كاملة عن طريقة اللعب للفريق الآخر، كمان انه علشان عايز يعرف ايه هي طريقة اللعب المناسبة، خاصة انه حضر الجهاز واللاعبين من اول مباراة بعد المشوار المونديالي. وكمان في الوقت نفسه رفض محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي يعني الحديث عن أي عروض خارجية تلقاها خلال الفترة الماضية عقب تألقه في كأس العالم للأندية وخاصة من أندية الدوري الإسباني. وطلب كمان الشناوي من الوسطاء اللي كمان كانوا تواصلوا معاه خلال الفترة الماضية إن هم يقفلوا يعني هذا الملف خلال هذه الفترة، علشان هو محتاج إن هو يركز أكتر مع فريق النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة يعني أنه حاليا بيتم منافسات الدوري وكمان بطولة إفريقيا. من اليوم السابع، نوير في رسالة للشناوي بعد المونديال: سعيد بمعرفتك ونجاحاتك بالأهلي. وجه مانويل نوير حارس مرمى نادي بايرن ميونخ وكمان المنتخب الألماني رسالة خاصة لمحمد الشناوي، طبعا يعني قال فيها ان هو بيريد ان نوجه رسالة للشناوي والتحية، وكمان بيهنئه على يعني كسر الرقم القياسي على المباريات، وكمان ان هو يعني عنده شباك نظيفة في الموسم الحالي وعلى النجاح اللي حققه محمد الشناوي خلال الفترة الماضية. أضاف نوير يعني قال في النهاية كان لازم حد فينا يوصل المباراة النهائية، ولكن أكتر حاجة كانت هامة وأكتر حاجة لفتت نظر جميع الجماهير هو الاحترام المتبادل بين الفريقين اللي كان موجود خلال المباراة وكمان عقب انتهائها. كمان قال أنه يعني بالنسبة له كان فخر كبير جدا أنه حارس في مستوى الاحترافي وهو محمد الشناوي أنه هو يقول له أنه يعني مثله الأعلى، ده كان بالنسبة له شيء رائع جدا. وكمان قال انه يعني اظهر كل منا على ملعب المباراه الاحترام المتبادل، وكمان ان هم تعانقوا عقب نهايه المباراه وكمان تبادلوا القمصان، وده كان اهم حاجه بالنسبه له بغض النظر عن النتيجه اللي خرجت بيها المباراه. عايزين نقول ان في وقت سابق يعني قال محمد الشناوي في تصريحات خاصه لشاشه قناه النادي الاهلي انه يعني مانويل نوير هو مثله الاعلى في حراسه المرمى، وهو الحارس الوحيد اللي بيتابعه وحريص جدا ان هو
نتعلم منه. وكمان يعني غير اللقاء اللي حصل في مباراة بايرن ميونخ، كمان قابل محمد الشناوي نوير في عقب انتهاء مباراة بالميراس البرازيلي، بعد طبعا انتهاء المباراة بركلات الترجيح. وكمان يعني وجه التحية لي نوير وهنئه على هذا المستوى اللي ظهر بيه في صد ركلات الترجيح خلال هذه المباراة.